السلام عليكم، وكيف العاده الخوت لابليكاسيون ديالنا ديال اجيون ستافدو اللي كاينه في البلاي ستور. فوالا الخوت اللي بغى يقيدها ولا اللي بغى يسجلها عنده، فوالا كيدخل بلاي ستور المتجر العالمي ديال بلاي ستور، كيكتب اجيون ستافدو، فوالا كيانستالي لابليكاسيون، سوت انستاليا سوا غتدخل. الناس اللي عندهم الايفون غيدخلوا عبر جوجل غيكتبوا اجيو 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 نستافدو اجيو نستافدو لتقديم الطلبات ديالكم. فوالا الخوت، الموقع الاول اللي طلب تاشيره في المغرب ولله الحمد، فوالا اجيو نستافدو. شوفوا الخوت، غير ارتاحوا، قدموا الطلبات وارتاحوا، حنا غادي نتصلوا بكم بدون عناء، بلا ما تعيي راسك اخويا، بلا ما تشطم، خلي الطلب، حنا غنتصلوا بك. طلب تاشيره، مجرد السياحه العائليه هنايا، السياحه والزياره العائليه، الناس ديال الروغروبمون لي زيتود هنايا في اقامه طويله المدى وقصيره المدى، فيها لي فيزا سبورتيف، فيزا مالادي اكسيتيرا. بون، حنا غرضنا السياحه والزياره العائليه، الناس اللي عندهم فيزا شنغن، اي بلاد كما كان، جوج ديال 3 شهور وحده ديال 6 شهور ولا الفوق ديال عام، مرحبا بكم، قدموا الطلبات. 48 ساعه الخوت يتصل بكم مساعد وياخذ من عندكم جميع المعلومات بدون عناء وشقاء. الموعد ملف، موعد وملف، سياحه ولا زياره عائليه. بون، الناس اول مره انتم يمكن لكم تقدموا، تخليوا الطلبات ديالكم، توجدوا راسكم. الناس اللي عندهم ديجا فيزا يديروا هنايا دوزيام دوموند بي، شوفوا فين باغيين تمشيو، لاسبان ولا اسم الاسم العائلي، المدينه، الرقم الهاتف، وصيفطوا الطلب ديالكم. 42 ساعه الخوت ولا 48 ساعه غيتصل بكم المساعد ديالنا، بقاو معنا. السلام عليكم الاخوان الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناه ومكتب وموقع جو ستافدو لاخذ المواعيد وطلبات الفيزا. دائما في اطار نشر معلومة البناء، نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب، بسم الله الرحمن الرحيم، وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان تعود الحياه الى عادتها والبيئه المجانيه. سعيد جدا بلقائكم، تحيه طيبه لجميع المتابعين والمتابعات اللي كيحبونا ويحبهم القلب، وكيبارطاجيو معنا وكيعطيونا اللايكات ديالهم، كيبخلوش علينا باللايكات، كيعطيونا التعاليق ديالهم الجميله، وايضا اصحاب النقد البناء، الف والف مرحبا. اذا اليوم فيديو جديد، وكاين الجديد اليوم الخوت ان شاء الله الرحمن الرحيم مع اجيو ستافدو، بقوا معنا الى اخر الفيديو. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات موجب الدعوات، الحمد لله حمدا كثيرا نشكر الله بكرة واصيلة. نايضة عندكم هاد الايامات الخوت، ونايضة عندنا على زعما ما ساكنش معكم في المغرب، نايضة 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 شاعلة فيها النار، واخا ما علينا الخوت. بون، احداث كثيرة تقع الان في العالم او في المغرب، خصوصا فيما يخص تأثر العلاقات ما بين الجارة جغرافيا مهنيا إسبانيا، وأيضا ما بين يعني السياسة والدبلوماسية المغربية الإسبانية. دائما يحيا المغرب ملكا وشعبا، احنا دائما يعني حفاظا على الوطنية ديالنا وعلى يعني على كما يقول لك على الحب ديالنا للبلاد ديالنا، سي نورمال، حنايا ما كنبغيوش شي حاجة كما الى ضرت البلاد ديالنا غادي تضرنا حتى حنايا، سي نورمال، بغض النظر على اي حاجه، يعني ما حنا ما سوقناش في الفساد ولا، ولكن يعني كمسلمين وكدم اسلامي ضروري ندافعوا على البلد ديالنا، او يعني ما نبغيولوش الضر ديالنا، هذا من جهه. من جهه اخرى، اليوم الخوت الحمد لله خدينا جميع تقريبا الناس اللي كانوا مخلينا الطلبات ولله الحمد، العديد من الناس اللي كيتوقعوا في الخبره ديالنا وفي الخدمات ديالنا، خدينا لهم جميع مواعيد ديال السياحه بالنسبه للدار البيضاء لثاني مره. شهر 6 العمر، شهر 6 العمر، واللي خدا راه خدا، الوغ دابا شهر 7. اذا اي واحد عنده فيزا السياحه ديال 6 شهور ولا جوج ديال 3 شهور، امر خوت راه بالدليل الخوت، راه لي فاكتور ديال الناس، راه كلشي خدينا له والله العظيم، ما نبينوش بون الاسماء، راه بلا ما نبينو الاسماء، راه ما شاء الله، راه الناس اللي تواصلنا معاهم اليوم راهم عارفين اللي خدينا لهم، وحتى اللي حلوا الحله الاولى راه خدينا، يعني اللي خلانا الباسبور خدينا له بكل نجاح. غا هو طريقه العمل، بزاف ما عارفهاش. شوف الخوت، راه كيفاش كيخدم اجيو ستافدو في اي طلب ديال الفيزا، راه ضروري خصكم ديروا الطلب عبر الموقع. من كديروا طلب، راه شخصيا اليوم جا عندي واحد السيد اللي كانوا جاوا التحيه من هنا، مسيو السلاوي، جا قال لي اخويا ضروري بغيت نجي عندك، فاش جا لقاني درت له الطلب اونلاين بيديا، بغى يعطيني الباسبور، قلت له لا، درت له الطلب، ما كملش 2 مينيت 3 مينيت اتصل به المساعد، بيان سور المساعد ما كاينش معايا هنايا، بقى حاير، قال لي ما يمكنش، اقسم بالله العلي العظيم هو معانا هنايا، والله شاهد علينا. قلت له جاوب، قلت له صيفطوا الباسبور غيقدمها. شوف، حنا واحد لابوكل
شي كيكمل شي. وتحيه لجميع المساعدين ديال اجيو استافدو اللي كيتواجدوا في عديد من المدن. حنا خدامين بواحد البوليتيك بقدره الله الرحمن الرحيم، شي في طنجه، شي في الناظور، شي في مكناس، شي كل فشي، ولكن خدامين باغ بريستاسيون سيرفيس، داكشي ريغلومونتير باغ دي كونطرا، يعني كلشي ليغال. ولكن اللي كيتكلف بالخلاص واللي كيتكلف هذاك هو انايا. الناس كاينه خدامه، يعني ما يمكنش حنا نديرو كلشي. اي اجيو استافدو ممكن يعني يجيب لكم معلومه ممكن، ولكن ما يمكنش يدير كلشي. ليسونسييل هو الا قلت لكم خليو الطلب في الموقع، عرفوا بلي راه غيتصل بكم مساعد وراه غادي ياخذ لكم الموعد، واخا نتوما يعني في داكشي اللي بغيتو، الهضره اللي بغيتو، الشهر اللي بغيتو. يعني هذه هي طريقه العمل ديالنا. بون هذا من جهه، الناس اللي ما فاهمناش كيفاش حنا نخدمو، راه ضروري خصكم تخليو الطلب باش يتصلوا بكم مساعدين. هذا من جهه. من جهه اخرى الخوت، كنا عارفين باش ما نهضروش بديك لغه الخشب، كنا عارفين ان الاوضاع لا تبشر الخير بين المغرب واسبانيا، صحيح. وهذا الشيء يعني ما كيعنيش ان القنصليه ولا الفيزات ما كيتعطاوش، هو سي نورمال هذا الشيء غياثر، سي نورمال غادي ياثر هذا الشيء شويه شيئا ما. ولكن انا بغيت نقول لكم الخوت واحد القضيه باش نناقشوا. دابا القنصليه الا ما كانتش غتعطينا الفيزات غتسد، باش نجيو صراحه. بزاف ديال الناس غادي يقول لك علاش تهضر لنا دابا على مواعيد اسبانيا. يا اخي تالس في جميع البلدان تقريبا العربيه علنات ان غادي تحل في لافان ديال ماي ولا لو برومي ديال جوان، الا المغرب مازال ما عرفناش اون دات يعني بريسيز. كلشي تالس، يعني تالس شنو كنعنيو بها؟ تالس كنعنيو بها فرنسا، بلجيكا، المانيا، يعني مجموعه من البلدان اللي تابعه للسيرفيس ديال تالس. تالس هي ملحقه طبعا، ولكن هي اللي مكلفه بالمواعيد بين قوسين. حنا علاش دابا كنهضروا على، لاننا خدينا مواعيد بالاس، حلونا خدينا حلو باكرا، الناس ناعسه وحنا كناخذوا في المواعيد بيان سور. هذاك السيرفيس ديالنا ما حنا ماشي كنشكروا اسبانيا لا، ولكن سيرفيس كنخدموه، الناس راه كتمشي تدفع وكتاخذ الفيزات. الا هو لو بروبليم اي، كاين توتر ما بين البلدين، ولكن الا كان شي كتقولوا لي لا ما كايناش الفيزا ولا القنصليه تسد، انا كنعرف السيت تحل، يعني راه خدامي. ما تقولش ليا هما حالين السيت ولا القنصليه حاله وتقول لي لا راه كاينه المشاكل، الا كاين مشكل يسدو، راه ما يمكنش يسدو اصاحبي. راه عرفتوا شحال ديال المغاربه ساكنين في اسبانيا عندهم التجمع العائلي، الناس اللي دايره دابا اونغاجيه في الدراسه، الناس اللي اونغاجيه في الجنسيه، التجمعات ديال الجنسيه، راه كم هائل ديال الناس اصاحبي. راه ما يمكنش القنصليه غتجي تسد، راه ما يمكنش، ولا الدبلوماسيه اي يقدروا يكون توترات، ولكن راه غيبقاو داكشي التجمع العائلي داكشي الى غيرها، يقدر يكون شي تعكسات في الفيزا، ولكن راه مادام دابا راه كاين ديليفرونس ديال الفيزا، راه كاينين فيزا تخرجوا في هاد السيمانه، غما حفاظا على يعني كما يقول لك داكشي كونفيدونسيال سري ديال الناس. كيقول لك كاين اللي كيقول لك نشرني، كاين اللي كتقول لك ما تنشرنيش. حنا اللي كيبغي يصور معنا راه كيجي، اللي ما كيبغيش كيقول لك اخو ما تلوحش حتى الفيزا ديالي، راه احتراما لهم. كاين دي فيزا كيديليفراو، يعني باش ما يجيش واحد يقول لك علاش غتهضر على اسبانيا ولا راه شوف اخويا اسبانيا، حنا ما كنهضروش على دوله، حنا كنهضروا على سيرفيس ديال الفيزا، راه هو اللي حال دابا. واش بان لكم شي دوله حاله بغير اسبانيا؟ دابا شكون اللي اعتقد الناس اللي عندهم فيزات فرنسا وهولندا وبلجيكا وهولندا، الناس اللي عندهم فيزات 6 شهور وعام، شكون اللي اعتقدهم؟ اعتقدتهم اسبانيا حلات لنا وخداو الفيزات ديالهم، شي يمكن يعني شي يمكن. ومن هنا كنقول لكم مرحبا بكم عندنا لاخذ المواعيد وطلبات الفيزا. الناس ديال جوج فيزات ديال 3 شهور ولا 6 شهور ولا عام الفوق، فيعني تقريبا في الدار البيضاء، وهذا راه جاي في جميع المدن المغربيه، يعني اللي عنده فيزا 6 شهور الفوق ولا عام مرحبا به، يخلي الطلب عندنا في الموقع، المساعدين غيتصلوا به يحتفظوا بالمعلومات ديالو وغادي يعودوا يتصلوا بها الاخوان، يعني يكونوا على يقين. صحيح ان المغرب يعني هذاك الشيء سياسيا، يعني ان اسبانيا كما يقول لك ما دارت فيها ما يبقى، ان استقبلات ذاك زعيم ديال او مجرم بوليزاريو اللي يعني دخل بهويه مزوره الى اسبانيا وعاقوا به المخابرات المغربيه، تحيه لهم. إذن اسبانيا باش انت غادي تصاحبي مع المغرب، تصاحبوا، ولكن غادي تنوضي انت كما يقول لك الجرح اللي فيك غادي تنوض تبرك عليه ولا تحك فيه. يعني كتشوفيني انا، يعني القضيه من اول القضايا ديال المغرب هي الصحراء، وغيجي واحد البلد غيستقبل لك الزعيم ديال هذا، شنو كيعني؟
هو كاين واحد غانيون غانيون وين وين ماشي غير غانيون وحده الا نتيا دايره يد مع الجزائر او ثاني داك الشيء فهمتي داك الشيء حاله اخرى راه المغرب ماشي كيرضى سبعه المغرب راه هو عنده مخابرات عنده وزير خارجيه عنده يعني راه كما كاين معامله بالمثل كما كيقول لك جيني صفي تشرب اسبانيا حنا ما عرفناش شنو كيدور لها في الراس ولا شنو الاغراء اللي داروا لها ناس اخرين وتحيه لجميع خوتنا في الجزائر وتونس وجميع المدن وجميع البلدان المغاربيه حنا راه خاوه خاوه ما كاينش العداوه غا هو سياسيا ودبلوماسيا ما نقدروش ندخلوا في داك الشيء لان داك الشيء بيناتهم وحنا راك دفاعا على بلدنا او دفاعا على وطنيتنا بكوني انا اجي نستافدو لا اقبل هذا الشيء اللي دارته اسبانيا باستقبال زعيم البوليزاريو لها بغى يكون كما يكون المهم هذا الشيء اللي كاين يعني باش ما نخلطوش الخوت حنا سيرفيس فيزا حنا ما عندنا حتى علاقه بالسياسه والدبلوماسيه اذا ما يخلطليش واحد يقول لي ما تهضرش على اسبانيا ولا فونا في با لو دغوا باش تجيني اخويا انا واش القنصليه حل لا السيرفيس بالاس حل ما تهضرش معايا سير اخويا ضرب معاهم سير سدهم انا حنا سيرفيس يو بريستاسيون سيرفيس الحمد لله الناس كاملين اللي خدينا على المواعيد اليوم ولله الحمد يعني سون ساتيسفي وعجبهم الحال بنادم عجبوه ولا كيتادابتاشيو مع لو سيستم اونلاين طلب الفيزا من الدار ولا الناس يعني نتمنى جميع المغاربه يتعودوا على هذا الشيء كاين واحد البروجي جاي الخوت جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال هو يعني نظرا لكثره الرفض ديال الفيزات كاين كولابوراسيون كاين اتفاقيه ما بين اجي نستافدو ومن اكبر المحامين في اسبانيا ولله الحمد هذا الشيء غادي نخليه ان شاء الله سيربرايز ليكم غادي تصوروني شان داك الشيء ونوريكم المكتب ونوريكم كيفاش غادي تتعاملوا معنا الناس اللي باغا ضمن الفيزا ديالها شيئا ما لان كاين اللي كيدفع فيزا بجميع الشروط وكيتقمع وكيتظلم اجي نستافدو ولله الحمد قدره الرحمن الرحيم وليكيب ديال اجي نستافدو اللي كنحيي عادل اللي في طنجة وكلشي كاع الدراري اللي خدامين مع اجي نستافدو كومي كيب استلعوني جميع ليكيب يونس كلشي اللي خدام امال كاع اللي خدام عليك باش اجي نستافدو كنحييه وهما جنود خفاء ديالنا ولولاهم لما كان اجي نستافدو اذا وايضا مكتب يعني المحاماه اللي فيه الاستاذ خوان الاستاذ محمد اللي غادي نكون معاهم شخصيا في 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 يعني في اجتماع باش نوريو لكم الخوت مليون فصاعدا اي واحد تظلم كاين الحل الا شي واحد فيك لي كونديسيون سوا فيزا شينغن سوا فيزا سياحه سوا فيزا دراسه سوا فيزا تجمع سوا فيزا جنسيه عقد عمل في اسبانيا كاين الحل كاين الاستاذ كاين الدكتور اللي غادي ممكن يتكلف لكم وباثمنه مناسبه ان شاء الله الرحمن الرحيم ايضا هذا فيما يتعلق بالاقامه الغير ربحيه وانشاء الشركات جديد جاي خوت وانا الا خدمت عليكم عرفوني راه كنوجد لكم شي حاجه دو بلس وكننفعوا بها البشريه صحيح انني اخبار ما كنديرش الاخبار شكجو لان عمل كبير وكثير لان التقياد كاين في ايطاليا التقياد كاين في البرازيل التقياد كاين في اسبانيا كاين المواعيد كاين بزاف عمل كثير ولله الحمد قدره الرحمن الرحيم كاين اقبال المتابعين والمتابعات يعني ما كنقدروش نديرو اشاك جو اخبار شيئا ما القناه هي سيرفيس اكثر ما هو اخبار اذا جينا نفرحكم بهذه الاخبار الخوت ان مواعيد السياحه كاينه اي واحد عنده فيزا شينغل ممكن ديال 3 شهور جوج ديال 3 شهور لا وحده ديال 6 شهور الفوق ممكن يشد عندنا موعد وايضا حتى الناس اللي تظلموا في الفيزات انتظروا الجديده الخوت قنبله في المغرب اي واحد تظلم كاين المحامي اللي يقدر يدخل معاه شخصيا الى القنصليه ويجيجي ويعني كما يقول لك يتعن في ذاك القرار ويعني وبراسك عالي ان شاء الله الرحمن الرحيم انتظرونا في الفيديو الجاي اللي باش تعرفوا على هذا المكتب وكيفاش غادي تدفعوا له وكيفاش غادي تعرفوا عليه اذا كان معكم اجي نستافدو الخوت الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه